إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، فقرة جديدة من الأبراج من تبع سوا عبر إذاعة إم راديو. البداية مع برج الحمل. اليوم قد تتواصل مع شخص ما في شراكة رائعة لتطوير أعمالك، ومن هنا يخبرك الفلك أن حاستك السادسة في أفضل حالاتها. ثق في توقعاتك. مهنياً، الثقة في النفس من أهم صفاتك، أنت اليوم في أفضل حالاتك في العمل. عاطفياً، إذا شعرت بملل في علاقتك بالشريك فحاول فعل أشياء جديدة وغير تقليدية، وابتعد عن الروتين اليومي المعتاد حتى تتجنب هذا الشعور. صحياً برج الحمل، قلل من تناول المشروبات الغازية حتى لا تزيد من وزنك، ولكي تستعيد رشاقة وحيوية جسمك. عزيزي برج الثور، عليك أن تتوقف عن تأنيب نفسك على أخطاء الماضي، فقد تكون دروساً مفيدة لك في المستقبل، وقد يساعدك هذا على اتخاذ قرارات مهمة فيما بعد. مهنياً، تتلقى خبراً استثنائياً يجعلك سعيداً، ويطرأ ما يزرع الفرح في نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الآخرين. عاطفياً، أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتكون أكثر قرباً من الشريك ملبياً كل رغباته من دون تردد. صحياً برج الثور، أنت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط الأشياء، وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك. برج الثالث الجوزاء، أنت متفائل على العموم وتفكر بإيجابية أغلب الوقت. اليوم هناك أخبار جيدة على الصعيد الشخصي، وحتى لو حصل خلاف بينك وبين عائلتك سيمر بسرعة ولن يؤثر عليك. مهنياً، يوم إيجابي يطمئن فيه بالك، وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودة الآخرين. عاطفياً، قد تقرر اليوم إنهاء موضوع عاطفي كان عالقاً لفترة طويلة، وتشعر أن على الماضي أن يقفل. صحياً برج الجوزاء، إذا كنت تعاني من مشكلة صحية مزمنة، اليوم ستنخفض هذه المعاناة ويزداد مستوى الطاقة لديك. يمكنك القيام بنشاط ترفيهي خالي من التوتر. عزيزي برج السرطان، أنت مزاجي كثيراً اليوم، فمرة هنا ومرة هناك، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً. خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك وتطلعاتك. مهنياً، لا تبالغ في مصروفك وكرمك، وحافظ على استقرارك المالي. كن معتدلاً ولا تثق بأي شخص عابر، واحمي نقاط ضعفك. عاطفياً، علاقتك بالآخرين يسودها جو من التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح على الحياة الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى. صحياً برج السرطان، يجب تخصيص وقت للاسترخاء والتأمل عن طريق الجلوس في مكان هادئ وتصفية الذهن والابتعاد عن الأفكار السوداوية. وصلنا لبرج الخامس الأسد. إنه يوم إيجابي تجدد خلاله حيويتك، وتكون الحظوظ إلى جانبك، تكثر الاتصالات وتزدهر العلاقات العامة. إنه يوم جيد لطرح الأفكار، وسوف تفرح إلى جانب الأصحاب والأحبة. مهنياً، تتلقى عائدات غير منتظرة عبر مشروع قديم أو مكافأة مالية، إلا أنك تبقى قلقاً، وقد ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية وأوضاع خاصة. عاطفياً، علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي، وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك مع وجود من يشجعك على الإقدام على هذه الخطوة. صحياً برج الأسد، تشعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل،
لكن واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية. منكمل مع برج العذراء. الحذر واجب لكن العمل أفضل. إنك تعمل بجد، امنح نفسك مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة الأكبر. اليوم كن حذراً في الإعلان عن نفسك كشخص قوي. مهنياً، أمامك اليوم فرصة ثمينة لإحراز التقدم. تتوضح الخيارات وتسهل المبادرة، وتسمع جواباً أو توضيحاً في الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة على الإقناع. عاطفياً، علاقتك مع شريكك اليوم متناغمة وستتحول إلى حب يدوم طويلاً. سيكون ذلك بمنتهى الروعة. ابقى كما أنت ولا تتغير في طريقتك في التعامل. صحياً برج العذراء، تتراجع الضغوط النفسية والمهنية والفكرية، وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية. منكمل مع برج الميزان. سوف تتخذ قرارات قريباً في حياتك الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع أيضاً إلى ما يقوله الآخرون من حولك. لا تنغمس في الضغوطات غير الضرورية. حاول أن تستمتع وسر مع التيار. مهنياً، تحتفل بانطلاقة سارة وسعيدة لمشروع كنت تحلم به. إنه يوم واعد وممتاز يسوده الانسجام، وتباشر تغييرات أو تخطط لها، وتتلقى نصيحة مفيدة جداً في هذا الشأن. عاطفياً، إذا كنت عازباً إنه يوم ممتاز للوقوع في الغرام، وبالتالي فهو مناسب لتلبية الدعوات والخروج للقاء الناس، ولا بد من أن تلفت نظر الشخص الذي يستحق اهتمامك. صحياً برج الميزان، كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال. ننتقل لبرج العقرب. اليوم تجد أن الشخص الذي يستحق المواجهة هو أنت، فأعطي نفسك التقدير المناسب حين تسعى إلى تحقيق الكمال. مهنياً، أجواء العمل الجيدة ضرورية، وذلك لكي تتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. عاطفياً، أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء. صحياً برج العقرب، أصبحت أمورك الصحية في وضع يتطلب الحل السريع قبل فوات الأوان، فلا تتأخر في المعالجة. ننتقل لبرج القوس. كل ما حولك يحفزك إيجابياً مما يساعد على تقدمك، ويأتي هذا الدعم من لطف الأهل والأصدقاء من جهة، والانفتاح في تعاملك مع الآخرين من جهة أخرى. مهنياً، تتغلب على الهواجس الماضية وتتسلق السلم نحو طموحات جديدة وظروف مناسبة. حاول أن تجذب الحظ الذي ينتظرك ولا تتخاذل. عاطفياً، يكون هذا اليوم دافئاً على المستوى العاطفي، وتنسجم بسهولة مع محيطك القريب والحميم، ولا عجب إذا لمست انفتاح الشريك عليك أكثر من أي وقت مضى. صحياً برج القوس، لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضية لن تجديك نفعاً. خفف من رفع الأشياء الثقيلة، فقد تعرض ظهرك لآلام حادة. منكمل مع برج العاشر الجدي. إنه يوم مميز يشير لك بافتتاح شيء جديد، إذ أن الهموم ستختفي رويداً رويداً. لديك فرص ذهبية للتعبير عن نفسك بأصدق صورة. مهنياً، لا تحشر أنفك في مواقف محرجة، ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك. العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله. عاطفياً، شعور بمتانة وقوة جيدة بينك وبين حبيبك
حتى إذا كان لديك مشاكل الآن على أي جبهة. لا تخشى أن تطلب من شريكك رأي أو نصيحة، فإنه سوف يهتم بك ويريح قلبك. صحياً برج الجدي، تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى الأدوية لتشعر بالتحسن. كن ليناً وتماشى مع الأيام وتطوراتها. عزيزي برج الدلو، تشارك في محادثة مع شخص يشاركك أفكارك، وتتشجع اليوم لطرح رؤيتك للأمور للدرجة التي تجعلك تشعر إنك بطل رواية خيالية. مهنياً، يحمل هذا اليوم أحداثاً متزاحمة في العمل تشكل ضغطاً عليك بحيث تفقد السيطرة عليها. عاطفياً، يتجمع الكل حولك بسبب جاذبيتك وشخصيتك المميزة، ما يثير قلق الشريك وغضبه وغيرته عليك. صحياً برج الدلو، الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدك بحيوية ممتازة. لا تريد التوقف أو الاستراحة، فأنت لا تشعر بالتعب. برج الحوت والأخير، لديك فرصة للتعافي بصورة كبيرة وتستطيع التواصل مع جوهر نفسك. اهتم اليوم بمشاكلك وخاصة العميقة، اعتني بنفسك وركز جهودك على ذاتك. مهنياً، تركز على أوضاعك المالية وتعيش يوماً ملائماً لكل الأوضاع، وتقوم بعملية بيع لملكية أو تطور أسلوباً جديداً في العمل وتحقق النجاحات والأرباح. عاطفياً، يبشرك هذا اليوم بأجواء حلوة ورائعة، وتستقطب اهتمام الشريك وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات. صحياً برج الحوت، الشعور المتقطع بالدوار يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر، والتقلبات في المزاج سببها نفسي، والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايما تابعوني عبر إذاعة أم راديو.